صباح الخير على أحلى صحاب وعيلة. النهاردة هنعمل مع بعض فطار مختلف، الولاد كمان بتحبه قوي، وهو الكريب الحادق. المقادير: بيضة ونص معلقة صغيرة ملح، وهنضربهم كويس قوي بالمضرب، بعدين نضيف كوباية لبن ونضربهم تاني لحد ما البيض واللبن يمتزجوا مع بعض، وبعدين نضيف كوباية الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. المعلقة دي اختياري، أنا بحب أحطها عشان الكريب يبقى سميك ومشبع، لو مش عايزين تضيفوها أوكي. هنضربهم مع بعض كويس قوي لحد ما كل الخليط يدوب مع بعض، ما يبقاش فيه اي كتل. وفي طاسة على النار هنجيب حتة زبدة صغيرة وهنحط نص كمية الخليط اللي عملناها ونوزعها في الطاسة كلها. ما بتاخدش وقت خالص في السوا، تقريبا دقيقتين على كل جنب. اول لما نبتدي نلاحظ الفقاقيع اللي بانت دي، شايفين الفقاقيع اللي ظهرت فوق دي؟ يبقى كده الوش اللي تحت ابتدى يستوي. خلاص كده هنقلبها على الناحية التانية. وأول ما نقلبها على طول هنحط الحشوة بتاعتنا. أنا استخدمت تركي وجبنة تشيدر وفلفل وطماطم مقطعين صغير، وممكن تضيفوا زيتون كمان بيبقى حلو قوي. الحشوة بتكون زي ما انتوا عايزين. ينفع فطار وينفع عشاء، وسريع جدا وسهل جدا وطعمه يجنن. لما الوش التاني اللي تحت يستوي هنقفلهم على بعض عشان الجبنة تسيح اكتر والمكونات كلها تمتزج مع بعض. خلاص كده الكريب عندنا بقى جاهز، يلا نقدمه في طبق التقديم. ريحته تجنن، هنقطعه بالسكينة عشان نشوف من جوه بقى شكله ايه. وجبة مشبعة جدا، واحدة منها تشبع جدا. بيتاكل سخن، الجبنة تبقى سايحة حلوة قوي. وصورها لكم دلوقتي. يجنن بجد، جربوا الوصفة دي، سهلة قوي وسريعة. الفطار سريع او عشاء وجوع نص الليل. لو عجبكم الوصفة اعملوا سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس، والهنا والشفا.